هذاك شي حاجه ما بقاش الله يعاون عليه. إذن مشاهدي شوف تيفي كنحييكم مدينة تاوريت. كما كتعرفوا كان واحد الفاجعة اللي وقعت هنايا في السوق، يعني اللي فيه اللوح والفراش، مجموعة نتاع الأمور بطبيعة الحال. اليوم جينا هنايا صراحة خسائر مادية كبيرة، الحمد لله ما كانش خسائر في الأرواح. معنا الأستاذ اللي غادي يشرفنا الاسم ديالو وغادي يعطينا الحيتيات ديال شنو وقع بالضبط وفوقاش وقع يعني الحريق. أستاذ شرفنا بهذا الاسم ديالو. عبد الحليم زخنيني، فاعل جمعوي و منسق ديال حزب المجتمع الديمقراطي في تاوريت. في حقيقه الامر يعني كنشكر شوف تيفي كمنبر اعلامي متميز. في حقيقه الامر الساكنه هذا المساء هذا يعني هذا الشيء غريب جدا ومهول. الساكنه كتلقى راسها امام واحد الحريق مهول لهاد السوق اللي سميتو سوق الفتح، كيحترق عن اخره، والاسباب لا زالت مجهوله، رغم ان بعض يعني الاقوال ديال المواطنين والاقوال ديال الشارع والراي العام كتقول على انه ربما شي قنينه ديال الغاز نساها شي واحد هنايا، ولكن مشعوله ربما كان في داير العشاء ولا هذه، ولكن كتبقى مجرد اقوال. مازال يعني السلطات المحليه كتبحث في هذه المساله هذه، نطلبوا الله باش يوصلوا للفاعل الرئيسي في هذا. إذا كان شي ربما يكون شي عمل جرمي، وحنا الله أعلم. أنتم زعما كتوقعوا بلي أنه يكون شي واحد زعما الحريق بفعل فاعل زعما؟ حنا ما كان لحد الآن ما نقدرش نجزموا بشي حاجة، ولكن ما يؤخذ على هذا السوق هذا وهذا هو اللي خطير جدا، هو غياب شبه تام المجلس ديال الجماعة. لأن الجماعة هذا رغم أنه جاي في وسط المدينة، ولكن هذا راه تابع للأملاك المخزنية. والجماعة كانت عارفة على أنه هذا السوق هذا ربما راه غادي يتعرض لشي كارثة من الكوارث، لأن هذا الشيء راه على المستوى الوطني كل مرة كتوقع فاجعة، وحتى كتوقع الفاجعة عاد كنبقاو نلوموا على شكون وقع وشكون يعني دار هذا الفعل وشكون يعني شكون السبب المباشر أو الغير المباشر. يعني هذا السوق هذا عمره ما تخفى إطار الهيكلة، بغيت تقول لي ما تهيكلش، وكانوا الساكنة كيطالبوا المجلس ديال الجماعة باش غادي يديروا لهم شي حل، ما دار لهمش الحل. وقبل واحد 3 شهور او 4 شهور كان المجلس الجماعي عقد واحد الدوره غير في هذه واحد 3 شهور او 4 شهور، كيطلب كيدير واحد المقرر من خلاله، كيدير واحد الطلب للمدير الجهوي ديال الاملاك المخزنيه باش يقتني هذه القطعه من اجل باش يديروا فيه السكن الاداري. ولكن بالله عليكم اخواني، واش السوق حنا بمحادثة هنايا واحد السكة الحديدية، واش السكن الإداري كاين دار حدا السكة الحديدية؟ راه هذا المنكر هذا. يعني حنا من خلال هاد الجريدة ديالكم كنبغيو نعبروا على الرأي ديالنا الصريح بهذه المناسبة، وكنقولها بكل صدق وبكل حياد وتجرد. هو السيد العامل شخصيا جا في هاد الظروف وهاد القساوة ديال الجو والبرودة، السيد العامل والقوات ديال المقاطعات والسيد الباشا وحتى البرلماني السيد عبد الرحمن السهلي جاء. يعني حنا ما كنحاولوش يعني الناس غادي نشكروهم وهما ما دايرين والو، ولكن من باب يعني وقفوا كما كنقولوا حنا، وقفوا من باب واما بنعمه ربك فحدث. هاد الناس داروا حاجه مزيانه كنشكروهم. رئيس المجلس الجماعي غائب ديال تاوريرت، وكنقولها امام الله وامام الناس، يخص شي اجراء قانوني من طرف السيد وزير الداخليه ضد هاد الرئيس ديال الجماعه اللي ما بقاش يعني انا بالنسبه لي ما بقاش عنده حتى شي دور في المدينه. ها انت فاجعه هذه، قول له على الاقل هو ما كانش هنا ما جاش. شتو كان حاضر، وكان حاضر فعلا، ولكن الحضور يعني فوق الفاجعه راه ماشي هذا هو اللي ضروري. خاص تكون المواكبه ديال هاد التجار، هاد الممتلكات ديالهم اللي ضاعت، شكون اللي غادي يعوضها لهم؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تحياتي للاخوان ديال شوف تيفي وشكرا. بارك الله عليك. غير عمي انت عندك جوج تاع البلايص هنا ياك؟ نعم. جوج تاع المحلات؟ جوج تاع المحلات. شنو كتبيع انت يا؟ انا كنبيع هذاك الفيترينات والبونج، هذا هو اللي كنبيع. يعني المحل كل شيء ضاع لك؟ انا كل شيء ضاع، عندي جوج محلات، واحده هو وواحد راه في ديك الجهه اللي مليها. ما سلكنا حتى حاجه. ما سلكتو حتى شي حاجه؟ لا والو. وهذا بالنسبه لهاد الناس اللي هنايا محاطين الخشاب وحاطين، تاهما سلكوا شي حاجه ولا حتى واحد؟ لا ما كان والو، سلكوا واحد شويه اصحاب الامين ولا سلكوا واحد شويه، ماشي بزاف. نورمالمون النار بدات من هنا، جات من هنا ثلاثه ايام. هما كاع المواشن ديالهم مشاو، وهذا راه العام شات. مي راني انا من 97 وانا في البلاصه هذه. شحال زعما يكون محل هنايا؟ 80 محل انا، وانا عضو في الجمعيه. يعني انت عضو في الجمعيه؟ نعم اسيدي نعم. ورحنا هنا من رحنا هنا من 97 وحنا هنا. كيفاش عمي هذا السوق هذا اللي ما داروا له هيكله ولا؟ عمي عينه
عينا مع البلديه ما خلينا ما درنا معاها. الله يجعل السلامه. ما نعرف انا ذوك الناس ما عرفناش اسمو بهم الله اعلم. عينا مع رئيس البلديه عينا و قلنا لهم غير ديروا معنا حل نبني ولا المهم غير دبروا علينا حتى الا ما بغيتوناش هنا نشوفوا تعطيونا شي مكان اللي يناسبنا. والو ما حتى واحد ما كيستجب لنا. سمعت قال السيد كانوا باغيين يديروا شي حي اداري هنايا ولا شي حاجه. وكان قالوا لنا واحد الوقت قالوا لك راه حقاقه غيديروا هنا واحد المركب ولا الله اعلم ولا شيء ولا اداره ولا الله اعلم ولكن ما كاين والو من هذا الشيء هذا. لا ما كاين حتى شي حاجه. ما كاين غير رزقه. بالنسبه لك انت شنو الرساله اللي توجهها للمسؤولين؟ الرساله اللي بغيت نوجهها للمسؤولين يجيو يشوفوا هذا الشيء بعينهم اللي طاري هنايا. ما يكونش دابا ناعس في الكاشه. يجي يشوف هذا الشيء اللي طاري هنا. الشيء اللي واقع هنا. انا راه الاب ديالي راه هو هذا راه مشي كبرنا راه من 97 هادشي راه قبل ما يوقع داكشي السوق المحروق وحنا هنايا راه حشومه هادشي والله الا حشومه صح. دابا كتشوفوا راسكم اللي ضعتوا ما واحد الضرر كبير اللي ما يمكنش يتوقعوا شي واحد حيت شحال لكم شات لكم ديال السلعه ديال الفلوس؟ راه نورمالمون عندي غير المحل من غير السبت حطيت فيه 5 كيلو غير السبت حطيت فيه 5 المليون ما داكشي لا محل اخر غير شي غير نهار شي غير وخلي داكشي ديال الحديد ليه كاع ما كنحسبوش غير كنجيبو كنحط فيه كريديات بلا لي شيك بزاف بزاف ولكن مع ذلك كنحمدو ربي ونشكرو كنتظرو غير الفرج غير من الله سبحانه وتعالى ماشي من شي واحد اخر لا المسؤول حتى شي واحد ما غيوقف معاك حيت ديجا صرالنا هادشي بزاف د المرات. الرساله اللي بغيت نوجه للمسؤولين غير يشوفوا لنا التعويض من صرافينا هادشي بعدا هكا يشوفوا لنا التعويض راه الاب راه كيصرف على 6 نفوس ولا 7 نفوس اللي كيصرف عليها القليله يديروا لنا شي تعويض وكنشكركم على هذا الوقفه اللي جيت وقفتوا معنا انتم هنا في هذه الوقيته.